مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل في كل مكان اينما كنتم تتابعون هذه الانطلاقات، هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. نحييكم في خامس ايام هذا المهرجان ومع سن الكبار سن الثنايا وتحديات هذا السن الكبير، ترحيبنا بكم يتجدد ولقاؤنا بكم يستمر من هنا من ميدان السوان على بركة الله وحفظه وتوفيقه. ينطلق شوطنا الخامس في مجموعة الأشواط الصباحية حاملا في طيات فئات الثنايا الأبكار المحليات الأصايل لهجن أبناء الخليج لهجن أبناء القبائل الحاضرين من شتى الميادين للمشاركة في أغلى المهرجانات وأعتى المهرجانات وأجمل المهرجانات، مهرجان سيدي أبو خالد. نتابع المراكز الأولى المتقدمة ونبدأ مع المركز الأول مع الصدارة والبداية، محنة تفتتح النداء بالمركز الأول لمحمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري يقدم لنا محنة على المركز الأول. هذا هو شعار بن رملي يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني أدنك مبارك بن سالمين بن مبارك العامري يقدم لنا أدنك على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث القادمة هنا رغد لسعيد بن سلطان بن مبارك بن خيان يتقدم على المركز الثالث بهذا الأداء الجميل. المركز الرابع تأتينا هنا السفينة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا السفينة على المركز الرابع من الجانب الأيمن، من انضمت إلى البداية من انضمت إلى المقدمة هذه مشغلة لمساعد بن محمد بن مساعد المنصوري يقدم لنا مشغلة قادمة بهذا الأداء الكبير. المركز السادس سادس الناصية سليمان بن مخيت بن محمد المنهالي يقدم لنا القادمة هنا ناصية. المركز السادس المركز السابع بينما الوصول هنا من شندارة سالم بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي يقدم لنا شندارة على المركز السابع. المركز الثامن صبا لمسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدم لنا صبا شعار الخبير حاضر بهذه الانطلاقة، بينما المركز التاسع هنا تاتينا بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري وعاشر المراكز ختام هذا النداء. تتقدم الوسميه لمسلم بن سالم بن زعيتر العامري يقدم لنا الوسميه في المركز العاشر. هذا هو نداؤنا الاول للعشره المراكز الاولى المتقدمه التي تعرفنا عليها ونقلنا على مسامعكم هذا النداء الاول والاسماء التي تسير هنا في بداية الشوط. منتصف المسافة 3 كيلومترات قطعناها وهنا ندخل مع 3 الكيلومترات المتبقية لنعود إلى الصدارة لنعود إلى المركز الأول. لا زالت محنة صامدة حاضرة بالمركز الأول بحضورها الكبير بحضورها الجميل، ها هي تقود المشاركات بالمركز الأول لمحمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري يقدم لنا محنة على المركز الأول. المركز الثاني شواهين سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي يقدم لنا شواهين أو هنا مشغلة عفوا لمساعد بن محمد بن مساعد المنصوري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث السفينة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع قادم الآن أدنك مبارك بن سالمين بن مبارك العامري يقدم لنا أدنك على المركز الرابع، بينما شعار بالعرطي يتسلل من الجانب الآخر هنا مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدم لنا اسم يقدم لنا اسم رائع يقدم لنا اسم جميل. هذه صبا تتقدم هنا وتغير من مكان إلى مكان من مركز إلى مركز. المركز السادس
من الجانب الأيمن. ما شاء الله تبارك الله على هذا الوصول. وصلت الوسمية لمسلم بن سالم بن زعيتر العامري يقدم لنا الوسمية، بينما المركز السابع، المركز السابع نتابع الأسماء القادمة، الشعارات الهاجمة، الأسماء التي تحضر على أرضية هذا الميدان لتزين أرضية ميدان السوان. هذه رغد لسعيد بن سلطان بن مبارك بن ضخيان هنا الحاضر بهذا الأداء الكبير، بينما القادمة بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري يقدم لنا بنت المطر، قادم من ميدان الذيد. والوصول من غمامة أيضا هنا غمامة لمحمد بن علي بن سعيد اليحافي يقدم لنا غمامة بهذا الأداء الكبير من الجانب الأيمن. وصلت الأسماء، تحركت ناصية سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي قادم، والوصول أيضا من سمهوي من سهرة لعيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري يقدم لنا سهوة. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية. المنعطف الأخير، المنعطف الأخير، سن الكبار، سن الكبار. اليوم الرخص غير، اليوم المنافسة غير، مع الكبار نبحر، مع الكبار نغادر. سن الثنايا، تحديات سن الكبار، لا زالت لا زالت لا زالت المنافسة قائمة. السفينة، السفينة تغير، ها هي تفتتح الكيلو متر الأخير، تفتتح هذا الكيلو وهي بالمركز الأول، محمد بن علي بن محمد بن حمود الشامسي. ولكن الوسمية بن زعيتر مسلم بن سالم بن زعيتر العامري تحتل المركز الثاني. هنا أيضا ثالثا تأتينا أيضا القادمة الواصلة المتحركة محنة لمحمد بن رملي بن محمد العامري، والقدوم من الجانب الآخر هذه مشغلة لمساعد بن محمد بن مساعد المنصوري. ولكن يا أبوي شوف القدوم، شوف القدوم، الله الله يا غمامة. محمد بن علي بن سعيد اليحافي يقدم لنا غمامة، تبغي لها متابعة، تبغي لها متابعة. روح يا اليحافي بن زعيتر، بن زعيتر وبن حماد الشامسي وأيضا اليحافي. الله، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة لمن الزعفران، لمن الفوز. غيرت 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 من سمعة الزقرة وازمت بالخالي يديها. غمامة 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 مع المركز الأول محمد بن علي بن سعيد اليحافي. سلام إلى السلطنة، سلام، سلام إلى سلطنة عمان على هذا الأداء الكبير اللي قدمته غمامة بالمركز الأول محمد بن علي بن سعيد اليحافي. يحافي الفوز راح مع الانتصار، راح مع الفوز، مع الزعفران، مع الانتصار. المركز الثاني السفينة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، بينما المركز الثالث المركز الثالث كانت الوسمية لمسلم بن سالم بن زعيتر العامري. المركز الرابع، المركز الرابع الوثبة لسالم خليفة بن ضبيب الشامسي. المركز الخامس، المركز الخامس مشغلة لمسعد بن محمد بن مسعد المنصوري. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام شاهدنا معكم هذا التنافس الكبير. غمامة في الأمتار الأخيرة قدمت العرض الكبير والعرض المميز لتفوز بهذا الشوط. تهانينا لمحمد بن علي بن سعيد اليحافي، وسلام للأشقاء هناك في سلطنة عمان. هيا لحظات الإعادة، لحظات الفوز، لحظات الانتصار. شكرا مخرجنا على هذا أيضا التنظيم وهذه اللقطات الجميلة. هنا لحظات الإعادة والتوقيت الزمني المصاحب هنا لغمامة، 9 دقائق 13 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المالك غمامة محمد بن علي بن سعيد اليحافي، بينما من حلت ثانيا قطعت مسافة السباق السفينة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. توقيتها الزمني 9 دقائق 14 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، بينما من حلت ثالثا كانت الوسمية. ووصل أيضا شعار بن زعيتر هنا مع المركز الثالث بأداء جميل. توقيتها الزمني 9 دقائق 14 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسالم بن سالم بن زعيتر العامري. هكذا إذا كانت الثلاث المراكز الأولى والتوقيت الزمنية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.